السلام عليكم اخوتي اخواتي، صباح عليكم، كلشي بخير. هاني الامور معنا الفنانه ناديه الشعبيه اختنا الزوينه. صباح عليك سي ناديه. السلام عليكم خويا اشرف ابو علي، شكرا تحياتي ليك. والصراحه صراحه تحياتي شكرا لك. تحياتي للجمهور كامل. كاين شي جديد اختي ناديه؟ ان شاء الله غادي يكون جديد ان شاء الله. تحيه شعبيه نايضه ان شاء الله. كاين شي مثلا ما بقيناش شفناك من الجمعيه، بعدا انا من الجمعيه ديالي ما بقاش شك. يعني جوج خدمات خدمت معايا، أول حاجة كنا في هذاك الجمعيه صافي، من تما خبرتي. أول حاجة ظروف صحية مع الوالدة ديالي مريضة، الله يشافيها. ومن جهتي أنايا زعما مريضة، وتحياتي لجمهوري، وضروري غيكون شي حاجة شعبية تكون زوينة. تحياتي إن شاء الله. شي كاين من الجمهور ديالك؟ شي كاين من الجمهور ديالك اللي كيتابعك وكي كنقول قناة الجمهور اليوتيوب ديالي اللي كيتابعني، تحياتي ليه، وكنبغي يدعمني. والصراحة أنا محتاجة للدعم ديالكم، إلا ما كانش الدعم ديالكم أنا ما كناش، وكنتمنى نكون على حصة ديالكم. وتحياتي ليكم والله، وكنموت عليكم بزاف. شكرا لك اختي نادية، حنا كنبغيوك، الله يسهل عليك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واللي زال البوم جديد اللي غدير ان شاء الله. شي حاجة غتكون شعبية ان شاء الله. تحياتي، باي باي عليكم، الله يحفظك، وشكرا لكم، وتحياتي ليكم. شكرا، باي باي عليكم.